ياسين بونو: نعم، تلقيت عرضاً من ريال مدريد. لماذا رفض ياسين بونو الانتقال إلى الميرينجي؟ فجر الحارس الدولي المغربي ياسين بونو المنتقل حديثاً لنادي الهلال السعودي مفاجأة بالحديث عن تلقيه عرضاً من ريال مدريد للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية. جاء العرض الملكي لضم ياسين بونو على أثر إصابة البلجيكي تيبو كورتوا حارس الفريق الأساسي بقطع في الرباط الصليبي في إطار استعدادات الفريق للجولة الأولى من الدوري الإسباني ضد فريق أتلتيك بلباو، وأربكت تلك الإصابة حسابات ريال مدريد في سوق الانتقالات، ما دفعه إلى البحث عن حارس بديل يعوض غياب كورتوا. وفي هذا الإطار تردد اسم الحارس المغربي ياسين بونو لاعب نادي إشبيليا السابق داخل أروقة نادي ريال مدريد كمرشح لخلافة تيبو كورتوا في حراسة عرين الملكي. تحرك ريال مدريد من أجل ضم ياسين بونو خلال فترة الانتقالات الصيفية، وحسب نفس المصدر فقد أبلغ ياسين بونو إدارة النادي الأندلسي برغبته في اللعب مع ريال مدريد. وقال ياسين بونو: نعم، تلقيت عرضاً من ريال مدريد وكان أولوية بالنسبة لي، لكن التزام بونو تجاه منتخب بلاده ورفضه الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 كان السبب وراء فشل الصفقة. أوضح بونو: بطولة كأس أفريقيا المقررة إقامتها في شهر يناير المقبل عقدت الأمور وانهارت الصفقة. وأفادت تقارير صحفية بأن الميرينجي اشترط عدم مشاركة بونو في بطولة أمم أفريقيا كشرط أساسي لإتمام الصفقة، وهو ما تؤكده تصريحات حارس الهلال السعودي. وبعد انهيار صفقة ياسين بونو قام ريال مدريد بالتعاقد مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا حارس نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. شكرا ياسين بونو، نفتخر بك دائما لكل ما قدمته، نحن نحبك يا بونو، أنت حارس عالمي، شكرا. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك ليصلكم كل جديد.